جزاكم الله خيرا. يقول: حجيت وعندما رميت جمرة العقبة في يوم النحر مباشرة نزعت إحرامي ولبست ثيابي قبل أن أذبح أو أحلق، أخبروني هل عملي صحيح؟ الأحوط والذي عليه أكثر أهل العلم والذي هو عمل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يخلع ملابس الإحرام ولا يتحلل من إحرامه إلا بعد أن يفعل 2 من 3 التي هي الرمي، رمي جمرة العقبة، والحلق أو التقصير، والطواف بالبيت مع السعي إن كان عليه سعي. فإذا فعل 3 تحلل التحلل الكامل وأبيح له كل شيء حرم عليه بالإحرام. وإذا فعل 2 من هذه 3 بأن رمى الجمرة وحلق رأسه حل له ما حرم عليه بالإحرام إلا النساء. أما رمي جمرة فقط الذي عليه الأكثر أنه لا يكفي، لا بد أن ينضم إليه شيء آخر، إما الحلق وإما الطواف مع السعي إن كان ممن يجب عليه السعي. وقد حصل ما حصل، ماذا على الشيخ صالح؟ حصل ما حصل، نقول حجه صحيح إن شاء الله، ولكن لا يعود لمثل هذا الشيء. نعم.